السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناة وصفات ساكنة. اليوم سنقترح عليكم طريقة تحضير مكفلوري من صنع منزلي اقتصادي وزوين بزاف بزاف. الى عجبكم فيديو ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم وشاركوني اقتراحاتكم وارائكم. الى كنت اول مره كتزوروا القناه تضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد من طباخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الكلاص، غادي نحتاجوا له 500 غرام ديال القشده الطريه، وعندي نص علبه ديال حليب مركز المحلى، وغادي نحتاجوا لواحد هاد واحد المقدار ديال الشوكولا ام ان امز اللي غادي ندقوهم غير شويه باش كنحصلوا على هذا الشكل هذا صافي. وغادي ناخذوا اول حاجه بالنسبه للحليب مركز، كيبات ليله كامله في المجمد، والقشده الطريه حتى هي كتكون بارده صافي. وغادي نطربوها مزيان حتى كتطلع. صافي، بعد ما كنطربوا الكريمه ديالتنا على هذا الشكل هذا كيفاش كتشوفوا، دابا كنوضع تقريبا واحد الكاس ديال الحليب مركز المحلى، حيت انايا خديت كريمه اللي هي مسوسه. صافي، وكنبقاو خدامين بحال هكا من الاسفل الاعلى. حتى كتندمج لينا الكريمه مع بعض، غادي نزيد شويه. صافي، بعد ما نخلطوا الكريمه ديالتنا، دابا غادي ندخلوا للثلاجه غير واحد نص ساعه تقريبا على ما نقدموا ونتلاقاو ان شاء الله. صافي، بعد ما كتبرد لينا الكريمه دابا غادي ناخذوها وغادي نعملوها في البوش. صافي، غادي نوضع شويه على هذا الشكل هذا صافي، وغادي نزين بشويه ديال الكراميل على هذا الشكل هذا. بالنسبه للصلصه ديال الكراميل راه سبق لي وحضرتها معكم، غادي ننزل لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وغادي نعمل القليل من هذا الشوكولا ديال ايمي نيمز صافي. وغادي نعاود صافي، غادي نعاود نزين بالصلصة ديال الكراميل على هذا الشكل هذا. ونعاودو نزينو بحبيبات ديال إمينيمز أو سويتيز على حسب المتوفر عندنا. نعاود نوريكم كاس واحد آخر. فبالنسبة لهاد الكلاص هذا راه كيجي ساهل وكيعجب الدراري الصغار واقتصادي بمكونات بسيطة، وأنا متأكدة إلا جربتوه ما غاديش تبقاو تقدو تستغناو عليه. كيجي لذيذ بزاف وكيجي تقريبا بحال ديال المحلات اللي كناكلو على برا. وهذه هي الوقيته ديالتو. بالنسبه لي انا زينت على هذه الطريقه هذه، وانتم كيبقى لكم كامل الاختيار، تزينوا على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب المتوفر عندكم.
الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا كيجينا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى انكم تجربوه، اكيد وراكم وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعموا القناة بلي لايك بلي بارتاج وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعاية الله، وإلى وصفة جديدة من وصفات سكينة.